طب انا يعني هقول حاجه وبرضو لل انا طبعا من احنا عارفين ده كله مع متابعين مع بعض يعني، لكن انا عايز اقول لك ان احنا لما اتكلمنا على الوجبات المدرسيه من 4 سنين تقريبا كان العدد المستهدف عدد معين يا دكتور. لما اشتغلت انت قلت لي احنا لقينا نفسنا السنه اللي فاتت زدنا 2 مليون من 13.5 مليون طالب ل 15.5 مليون. طيب والمدارس زادت من 31 ألف مدرسة ل 33 ألف مدرسة. وممكن العدد يزيد عن كده. ممكن العدد يزيد عن كده. ونفس الكلام أنا بقوله لك دلوقتي، بالمناسبة الكمية أو المشروع بالطريقة ديت هيغطي مش نسبة كبيرة من العدد السكان، لأن في شركات قطاع خاص شغالة. 12 شركة يا فندم شغالين معانا. شغالين بس إحنا بنتكلم على ان احنا اذا كنا عايزين نحقق توازن في اسعار المنتجات اللي هي الاغذيه بالذات لكل المواطنين بكل شرائحها، فاحنا محتاجين يكون عندنا عدد اكبر من الكميات المطروحه ديت، وده امر درسوه. حاضر. بس احنا بنقول كده ليه؟ لان انت النهارده لما بتلاقي مثلا في نقص او معروض، نقص معروض في وقت معين، فالنقص ده لو كان في عندنا منتجات، المنتجات دي بتقعد بالشهور في المحفوظه ما فيش فيها مشكله ومعموله طبقا، واحنا دايما واحنا بنتكلم بنقول ان اي حاجه هتتعمل هتتعمل طبقا لمعايير الصحه العالميه وسلامه الغذاء، مش كده؟ وهي سلامه الغذاء فده موضوع ما فيش فيه كلام يعني. حتى الشركات اللي داخله في التغذيه المدرسيه، عشان الكلام بقوله لكل الناس تسمعوا معانا، معمول حساب ان لا يمكن الشركه دي بيتم اقرارها ويتم التعاقد معها الا اذا كانت سلامه الغذاء تقر بان هي حققت المعايير، مش كده يا وليد؟ مظبوط يا فندم. احنا هيئه سلامه الغذاء حتى المخازن اللي هي الوسيطه ما بين المصانع وما بين المدرسه بتقرها سلامه الغذاء. احنا حاليا في 34 مخزن، وكان معالي دوله رئيس الوزراء حاليا بنعمل 94 مخزن مستقبلي بتتوسط مديريات التربيه والتعليم عشان نقدر من خلالها نكمل منظومه الحوكمه والميكنه اللي عملناها للمنظومه. اللي انا بقصده هنا اللي بقى عايز اطمن بيه اهالينا اللي اولادهم في المدارس، ان المنظومه بفضل الله سبحانه وتعالى مستقره ومؤمنه، ومفيش فيه مشكله في الكلام اللي كان قبل كده يعني بيتقال. لا، مفيش كلام من ده. النهارده بنحاول ان التغذيه ديت حتى من باب عناصرها الغذائيه تبقى مناسبه للمراحل السنيه اللي بتقدم لها يعني. طبعا احنا كنا بنتمنى ان التغذيه تبقى احسن من كده كمان، او مش احسن يعني، ها؟ اكتر شويه. سيادتك كنت امرت ان احنا نزود الفلوس المخصصه كمان للتغذيه السنه دي، ومعالي دوله الرئيس يعني الحقيقه مش كده زود المخصص. فاحنا يعني عايزين نحسن يعني تمام. يعني مش باكو بسكوت بس، مش ان شاء الله فندم. احنا مع افتتاحات سيادتك النهارده هيخش معانا عناصر الالباني اللي موجوده في مصنع الالباني اللي سيادتك هتشرفه بالافتتاح باذن الله. طيب يعني احنا هنوزع عليهم يا فندم ان شاء الله من معلبات الالبان. المصنع الجديد ده فندم طاقته 200,000 طن، منهم 120 طن 120 الف طن البان والباقي جبنه. طب ده معناه ان احنا عشان بس الخبر ده ان معانا الاعلاميين وكده تمام يا فندم، فاحنا على الهواء دلوقتي، يعني معناه ان احنا هنبعت هنوزع على بالظبط على جزء يا فندم. احنا الشركه هنا في النهايه هي بتمثل 18% بس من منظومه التغذيه، الباقي كله احنا بنجمعه من القطاع الخاص وتحت اشراف هيئه سلامه الغذاء زي ما سيادتك قلت. فاحنا هيبقى في جزء من الانتاج هنا هيغطي جزء بس من المحافظات، مش كل المحافظات، اللي هو العلب الالبان، المحافظات القريبه من المدينه هنا فندم عشان يسهل توزيعها. طيب ما تشوفوا اذا كان يعني حتى يبقى يعني ايه، يبقى اللي ما ندلوش كله ما نحرموش كله. لا احنا بنستعوض ده باصناف ثانيه، يعني ممكن عشان نحافظ على كميه السعرات اللي اقرتها وزاره الصحه قبل كده اللي هو حوالي 400 سعر للطفل، احنا بيبقى في جزء مثلا بسكويت بعجوه كلام من ده عشان نقدر نوازن السعرات الحراريه والفيتامينات اللي داخله للطالب، بحيث احنا نوصل له في النهايه 30% من احتياجاته اليوميه. يبقى هنرجع بقى القهوه اتشيده تاني. تمام. ارجو ان انتوا تدرسوا ان الكميه دي تزيد يا دكتور. دكتور علي يعني عشان المشوار بياخد وقت كبير، اول ما تخلصوا بياخد له سنتين ثلاثه. تمام.
وبالتالي عقبال ما تاخد توصل لده هنكون زدنا 5 مليون مش كده؟ هنكون زدنا 5 مليون ولا ايه؟ تمام يا فندم، معدل الزياده السنويه من فضلكم يعني 2 مليون بتاعي. انا بشكر كل اللي طبعا العاملين في المشروع، ونكمل عشان نحقق اللي احنا عايزينه. متشكر جدا. اوامر يا فندم. شكرا.